322 مرشح، يبقى عدد المرشحين المرحلة الأولى 127 مرشح. المرحلة الثانية بالنسبة للقوائم عندنا 4 مرشحين، يبقى عدد المرشحين المرحلة الثانية 146 مرشح، كده إجمالي 273 مرشح في المرحلتين تسلموا خطابات ترشحهم من الحزب. بالإضافة لبعض الأعضاء اللي تقدموا بالخطابات القديمة وجالي صعوبة، لأن إحنا الحزب غير اسمه من الوفد الجديد إلى الوفد المصري في الجمعية العمومية الماضية، واستعاد اسم حزب الوفد اسمه التاريخي الذي أسس عليه وهو حزب الوفد المصري. في الانتخابات الماضية كان بعض المرشحين قدموا جوابات الترشيح لاسم الحزب باسم الوفد الجديد، فطلبناهم ان هم يستردوا هذه الخطابات ويقدموا خطابات جديدة، وبالتالي دول لسه لم يتم حصرهم. معلش نعيد الارقام تاني. المرحلة الأولى قائمة 5 مرشحين، فردي 122 مرشح، إجمالي 127 مرشح. المرحلة الثانية قائمة 4 مرشحين، فردي 142 مرشح، يبقى 146 مرشح، بإجمالي مرشحين 273 مرشح للمرحلتين تقدموا طلبات ترشيحهم باسم حزب الوفد المصري. عايز ادي بعض الارقام. عدد المرشحين من الاحباط 14 مرشح، السيدات 17 مرشحه، الشباب اقل من 35 سنه 22 مرشح، منهم نواب فازوا في المقاعد الفرديه في الانتخابات الماضيه في مجلس أو متوسط العمري لمرشحي الوفد، يعني حصرنا أعمار مرشحي الوفد وقسمناهم على عدد المرشحين، فطلع المتوسط عمر مرشح الوفد 42 سنة، يعني بنقدم شباب، يعني مرشحي الوفد مرشحين شباب. اجتمعت الهيئة العليا اليوم، طبعا رموز الوفد عايز أقولها برضه لحضراتكم، هي النخلة، العلم، الدبابة، قبة مجلس النواب، دول 4 رموز دلوقتي حسب الدوائر، في دايرة فيها 2 مرشح، في دايرة 3 مرشحين، في دايرة 4 مرشحين، فدي رموز الوقت التي وقفت عليها النخلة العليا للمشاركة. اجتمعت الهيئة العليا اليوم وناقشت الحملة الإعلامية والإعلانية لحزب الوفد، وسنقف بكل قوة في دعم مرشحي الوفد في المرحلتين إعلامياً إعلانياً تنظيمياً سياسياً. سنجوب كل محافظات مصر وكل دوائر مصر وزملائي قيادات وأعضاء الهيئة العليا في مؤتمرات سياسية على مدار يومي،